ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد عشان نعرف ازاي نلحم. يلا ما نتكلمش كتير ولا نبدا. فاحنا اللي هنجرب نعمله اول حاجه نشوف ادوات اللحام. فعندنا المكوى وعندنا القصدير وعندنا الفلكس. فدلوقتي اللي احنا هنجرب نعمله هنعمل دايره بسيطه هي عباره عن لمبه بتنور وتطفي باستخدام السويتش، ومن خلال ده هنشوف ازاي نلحم. فهنوصل المكوى بالكهرباء ونستنى تسخن ونخلي بالنا عشان المكوى ما تحرقناش. نجرب كده نشوف المكوى سخنت ولا لا. طالما المكوى بدات تسيح قصدير معنى كده المكوى سخنت. دلوقتي ده حاجه اسمها بي سي بي. ايه هو البي سي بي؟ ده لوحه احنا بنلحم عليها المكونات بتاعتنا عشان ما تتفكش. فاحنا لو بصينا كده هنلاقي فيه شرط او لاين خط اصفر طويل. فاللي هنجربه هنوصل اللمبه ونبدا نلحمها وبعد كده نشوف اللاين ده يعني ايه. لو ركزنا في اللمبه هنلاقي فيه رجل طويله وفي رجل قصيره. فاحنا هنوصل كده ونخلي الرجل الطويله ونعرف الرجل الطويله فين. فانا الرجل الطويله هنا، ونخلي بالنا تكون كل رجل على لاين مختلف. فانا عندي رجل الطويله على لاين ورجل قصيره على لاين تاني. تمام. وابدا اجيب المكوى وامسك الناحيه التانيه القصدير وابدا احط المكوى على النحاس هنا عشان يسخن، واحط القصدير بالمنظر ده. فانا اللي عملته بالمكوى سخنت المساحة الصفراء وبعد كده وديت القصدير. فالقصدير ده ساح على الرجل بتاعت اللمبة والنحاس الاصفر الخط دوت اللي في البوردة. نلحم بقى الخط التاني. فاحنا سخن هنا ونحط كده بالشكل ده. انا لحمت الرجل التانية. فدلوقتي اللمبة عندي متوصلة بالشكل ده. انا بقى عايز اوصل اللمبة بالكهرباء. بس قبل ده لو وصلت اللمبة دي الصغيرة دي بالبطارية هتحرق. فانا محتاج احط حاجة تقلل شوية من التيار اللي رايح للمبة. فهستخدم المقاومة. هجيب رجل من رجول المقاومة احطها على نفس اللاين مع الرجل دي. سوري الناحية التانية. احطها على نفس اللاين مع رجل اللمبة والرجل التانية في مكان بعده فاضي بالشكل ده كده. فهي كده عندي رجل المقاومة، رجل من رجول المقاومة على نفس الخط مع لمبة، والرجل التانية على خط تاني. ونبدأ نلحم. تمام. نلحم بقى الرجل التانية. تمام. دلوقتي بقى محتاجين نلحم البطارية. فإحنا قلنا إن الرجل الطويلة للمبة هي دي. فأنا محتاج أوصل السلك الأحمر على نفس الخط مع الرجل الطويلة والسلك الأسود مع رجل المقاومة الأخيرة. فإحنا قلنا هنوصل الأحمر هنا. فدلوقتي أنا عندي أزمة. أنا محتاج أثبت السلك ومحتاج أمسك المكوى والقصدير والسلك مرة واحدة. بس أنا ما عنديش غير إيدين. فأنا محتاج أحط القصدير على المكوى وبعد كده ألحم بيه عشان ألحم بإيد واحدة مش بالإيدين. فاللي هعمله اللي أنا هستخدم الفلكس وندهنه على المكان اللي احنا عايزين نلحم فيه. ونجيب المكوى نحط شوية قصدير على المكوى وبعد كده هثبت السلك بإيدي أو معامل كده.
انا استخدمت هنا الفلكس وحطيته هنا عشان احط القصدير على بوز المكوى او على سن المكوى، وبعد كده اخلي القصدير يمسك على طول في المكان اللي فيه فلكس. هعمل نفس الحاجه رجل البطاريه الثانيه اللي هي السوداء، هنوصلها على اي نقطه على الخط اللي تحت رجل المقاومه دي. رجل المقاومه اهي، فمثلا ناخد الخط اللي تحتيه ونعمل كده اهو، تمام، ونجيب شويه فلكس وندهن فلكس ونحط شويه قصدير على المكوى ونمسك السلك بايد والايد الثانيه وننفخ، تمام كده الدايره عندي كملت. ودلوقتي ممكن نعمل كده لمسة شياكة ونبدأ نقصر الرجول اللي طلع زيادة ديت. فعندنا الرجل دي زيادة، وعندنا نشيل دي زيادة ودي زيادة ودي كمان زيادة بس كده. فأنا كده عند الدايرة أوصل البطارية ونلاقيها وصلت. يلا نجرب دايره تانية عشان نتاكد ازاي احنا بنلحم. فدلوقتي احنا هنعمل نفس الدايره بس هنزود عليها الشيء ده. ايه الشيء ده؟ ده عامل زي الزرار بتاع النور اللي في الحيطه. فاحنا هنجيب زي المره اللي فاتت لمبه ونحط كل رجل فيها في خط مختلف. فمثلا الرجل الطويلة نخليها ناحية الشمال ونوصل بالشكل ده، نخليهم اقرب حاجة لبعض كده اهو، تمام. وزي ما قلنا نجيب المكوى والقصدير ونسخن المساحة دي ويبقى احنا كده لحمنا بالشكل ده. الرجل التانية نسخن المساحة دي ونحط المكوى، لحمنا الرجل التانية. قلنا بعد كده بنجيب المقاومة وممكن نقص دلوقتي عشان ما يبقاش عندي زحمة، بنجيب المقاومة ونحط رجل من ناحية والرجل التانية من ناحية تانية. فأنا كده عندي رجل المقاومة، في رجل من رجول المقاومة تحت رجل من اللمبة، وتحت رجل الأسارة اللمبة، ورجل المقاومة التانية في لاين مختلف. فهنجيب المكوى ونسخن المساحة دي ونودي القصدير تمام. الرجل التانية وننفخ عشان تبرد ونشيل الزيادة تمام. كده احنا وصلنا المقاومة باللمبة. نجيب بقى الشيء ده نقص رجلي من رجوله كده
تمام، ونجيب الرجلين، هنحط رجل على نفس الخط مع المقاومة والرجل التانية في لاين لوحدها بالشكل ده، ونلحم كده، لحم رجل، نلحم الرجل التانية، لحم الرجل التانية، أكد تمام. بعد كده نجيب السلك، فإحنا قلنا هنوصل السلك الأحمر ده عند رجل اللمبة الطويلة اللي هي هنا، والسلك الأسود هنوصله عند آخر حاجة عند رجل السويتش أو الزرار ده. فهنجيب السلك ده كده ونحطه عند أي فتحة على نفس الخط مع رجل اللمبة، فنبرمه كويس عشان يعدي من الفتحة، ندخله. نجرب بقى دلوقتي بفلكس تاني عشان نشوف، واحنا بنلحم من غير ما نمسك القصدير، نحط القصدير على المكوى وبعد كده نلحم. فجيب فلكس وحطه هنا اهو كده، بعد كده اقوم واخد شوية قصدير على المكوى، اقوم رايح حط القصدير على المكان بتاع السلك. تمام، قلنا السلك الاسود نبرمه كويس ونحطه عند الرجل بتاعت السويتش ده او الزرار ده، ونحط شوية قصدير على المكوى، ونجيب فلكس نحطه، ونبدأ نحط قصدير. تمام، نقص الزيادات ونبدأ نجرب كده نوصل الشيء ليه. احنا بنستخدم الطريقة دي اللي احنا بنعمل الدوائر على بي سي بي، مش بنوصلها بالاسلاك، لان الطريقة دي كده امتن. فانا ماسك الدايرة اللمبة منورة اهو، ماسكها بتاع قاعد اخبطها ارميها، مش عايزة تتفك. لكن لو انا موصل اسلاك مع بعض ممكن تتفك. فدلوقتي انتوا شفتوا ازاي احنا بنلحم وطريقة اللحام. فدلوقتي انتوا عندكم في الصندوق المكوى والقصدير والفلكس، ممكن تبداوا تجربوا الدايره ديت او دوائر تانية، او لو عندكم حاجه في البيت زي مثلا ريموت متشال منه مثلا مقاومه ومحتاجين تلحموها، حد عندك في البيت محتاج حاجه تتلحم، فممكن تجربوها وتصوروا وتبعتوا لنا على الديسكورد او الفيديو انتوا ازاي لحمتوه. وفي كمان دايره تحت هتلاقوها، يا ريت كلنا نجرب نعملها، واللي يعملها يصورها ويبعت لنا الصوره بتاعتها. وخلوا بالكم يا جماعه ما نحرقش نفسنا.